فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعته. شوف هنا بيّن الترجمة بالضبط أن الوكيل أنه قد ضعه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. حسنا في مركب. قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تبع إسماعيل بن مالك. وقوله قال روح بن مالك أو رابح هو الخراساني، وهو من 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 أكابر أهل الحديث. وهناك أيضا رابح غساني أندلسي صاحب مالك. وأبو طلحة جد إسحاق اسمه زيد بن سهل الصحابي الجليل. وهذا حديث الترجمة فيه أنه قال إن بيرحاء أحب المال إلي، ضاع في ما شئت يا رسول الله، فوكله أن يتصدق به عنه، وكله أن يتصدق بالبستان عنه، فقابل الوكالة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني بعدما قابل الوكالة رد عليه العمل وقال له أن تقسمها في الأولين. هذه هي موضع الترجمة، أنه قال ضعها فيما ترى يا رسول الله، فيما أراك الله يا رسول الله، فوكله في التصدق بها، وكله في التصدق بها. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. وهذا الحديث فيه مسائل. المسائل الأولى فضل الأنصار وحسن الجود والكرم، وأن المرء لا ينال درجات العلا عند الله تعالى حتى ينفق مما يحب. ولذلك قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام ابن عمر وكان يحب السكر، أخذ المال فاشترى السكر ووزعه، تصدق به، تصدق لأنه كان يحب السكر. وابن عمر لما سمع الآية، يعني كانت عنده جارية رومية وكان يحبها جدا، فأعتقها ولم يتزوجها. يعني يا رجل ما دمت تحبها اعتقها، نعم، وتزوجها وأبقيها عندك ما دمت تحبها. ولعل هذه الرومية هي التي كانت في يوم جلولاء، في يوم جلولاء بعد الغنيمة وقع في سهم ابن عمر امرأة رومية هو نفسه يصفها، يقول: رأيت عنقها كأنه إبريق فضة من الجمال. قال: فما تملكت نفسي إلا قمت أقبل فيها أمام الجميع. والحديث أصلا فيه شيء من الضعف، لكن في السير بنخفف في الأسانيد. قال: فوقعت في سهم هذه الرومية، والرومية يحبوها جدا، ولما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال: هي في سبيل الله، عتيقة في سبيل الله. فاعتق الرجل الله جل في علاه قربة لله جل في علاه، اعتق كلية، مع أنه يستطيع أن يحتفظ بها
يعتقها فيكرمها وتزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يجعلها خارج ملكيته. وهنا قال العلماء إذا قالوا ضع فيما شئت هل يمكن يأخذ منها أم لا؟ يعني هذه المسألة مخرجة على هذا الباب على التوكيل العام. لو جاء رجل بمال وقال له خذ أعطي هذا الفقراء هل يأخذ منه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول لا يأخذ منه لأنه لم يعينه، ولو أراد أن يعطيه لقال له فلا يأخذ منه ويعطيه للفقراء على العين التي قصها عليه صاحب المال. والقول الثاني قول الجماهير وهو القول الصحيح والأسد بأنه له أن يأخذ منها بل له أن يأخذ كل المال إن كان صنفا من الأصناف. هذا إن كان صنفا من الأصناف، يعني إن دخل تحت الوصف الذي قاله المصنف، فإن دخل تحت الوصف الذي قال المصنف يصح ذلك، ويصح له أن يأخذ منه لأنه فقير من الفقراء دون أن يقول له، دون أن يقول له لأنه ليس غاصبا وليس متعدينا ولا متجاوزا. هو قال له هذه الفقراء وهو من أهلها فله أن يأخذ منها، ولكن يأخذ منها على ما يكفيه ويعطي الباقين الباقي بحيث يكون قد يعني أعطى صاحب أصحاب الوصف. وفيها أن أفضل الصدقة في الأقربين، أفضل الصدقة في الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف، والأقربون أولى بالمعروف. وإذا تصدق الرجل بمال ولم يقبض له أن يتصرف فيه كيفما شاء ويجعله في من شاء، والأولى له أن يجعله في الأقربين. الفوائد المستنبطة: فضل الأنصار، جواز قبول الوكالة وردها على صاحبها، ويشترط في الوكالة أن يقبل الوكيل، يشترط صحة الوكالة أن يقبل الوكيل، الفائدة الثالثة: الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. أريد الأحاديث في الأطعمة لو سمحتم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.